تعززت البنيات الإدارية لولاية الأمن بمجموعة من الوحدات الإدارية والميدانية خلال السنة الجديدة تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد، وذلك تجاوبا مع الحاجات الأمنية. مجموعة من العناصر التي تزاول مهامها بالكفاءة والمهارة المطلوبة. تتوفر ولاية الأمن الدار البيضاء منذ ما يزيد عن 25 سنة على نظام فريد للمراقبة بالكاميرات، وهو نظام يعمل على مدار الساعة بما يزيد حالياً عن 210 كاميرا مراقبة مثبتة بغالبية المحاور الرئيسية للمدينة. تؤدي القوات العمومية في المعاكسة ديالهم بالشارع العام وخلق بعض المشاكل اللي غادي تكون ك إبعادهم من الشارع العام. التقنية هذه داخلة في إطار التدابير الأمنية اللي فاتت إدارة المديرية العامة للأمن الوطني تولي اهتمامها فيما يخص الشارع العام. الهدف الأول الهدف الثاني التحام على بعد 5 ديال الأمتار أمام خلف انسحاب دفاعي خلف. هذه العملية ديال الانسحاب الدفاعي هي إعطاء فرصة للمتظاهرين بأجل المغادرة ديال الشارع العام. دائما الكلب كيعتمد على حاسة الشم تعقب أو الكشف عن المواد المخدرة. يلاحظ الكلب كيقوم بواحد السلوك اللي هو متغير كيشعر به لما يصاب ان هناك شيء في الحقيبه. مساعد صندوق شكرا. تدخل من أجل إيقاف شخص حامل بسلاح أبيض من الحجم الكبير. تدخل من أجل إيقاف شخصين عنيفين.
تلاحظون أهم حركات استعمال عصا الدفاع؟